أكيد مستمرين بسهرتنا. الله يسعد لي مساكم وتحياتي لكم وميت أهلا وسهلا فيكم. أرسلنا خينا كمال إبراهيم مقطع صوتي بالتسجيل اللي حابب يحكي. على كل خلينا نشوف شو أرسل. يلا أسعد الله مساءك أستاذ مجد، وتحية خالصة لك ولجميع العاملين في إذاعتي صدى الجبل وإذاعة عليسة اف ام، ولجميع المستمعين أينما وجدوا. بالنسبة لموضوع الحلقة هذه الليلة والسؤال المطروح، متى يصبح الإنسان كبيرا في العمر؟ إجابتي كالتالي: العمر لا يقاس بالسنين، وإنما صحة الإنسان فوق كل شيء. وما أدراك أن هناك من يعيش ويتخطى سن 80 ويظل يشعر بالحيوية وروح الشباب، هذا إذا كان وافر الصحة ويتمتع بنشاط جسماني وعقلي، والأهم أن عقله يكون سليما. ومع هذا هناك من يشعر بالكبر ويعجز في سن مبكرة، ربما حتى في سن 40 أو 50، خاصة إذا كان يعاني من عجز صحي أو نفسي، ويبدأ يقول عن نفسه كبرنا أو ختيرنا. ويظل الإنسان يشعر بالشباب إذا كانت روحه شابة وصحته سليمة عقليا ونفسيا. وأنا عندما شعرت بآلام بسبب وعكة صحية شعرت بالكبر، كتبت: أناجي خالقي أن يخفف أوجاعي وآلامي، والقصيدة بعنوان مناجاة. يا رب السماء، يا ملهم الأنبياء والشعراء، عندما الهم يغمرني منك أرجو شفائي. أسهر الليل طويلا أناجي النفس من وجع يلمني في صبحي ومسائي. أسأل ربي مناشدا أين ألقى الصبر من ألم يلازمني في صيفي وشتائي. يا خالق الكون، هون علي أوجاعي وآلامي، فإني لغيرك لست شاكيا مدى الأيام طول عمري وبقائي. وكتبت بيت زجلي أقول فيه: كبرنا وكبر معنا هم العيال والبيت، وشاب شعر الراس ما عاد ينفع الصابون والزيت، والشباب ضاع يا ريت يوم منه يعود يا ريت. شكرا لك أستاذ ماجد ولجمهور المستمعين لراديو صدى الجبل وراديو عليسة اف ام، وتصبحون على خير. طبعا كل التحية والمحبة للأستاذ كمال إبراهيم، ويعطيه الألف عافية، دائما عم يتحفنا بالأشياء الحلوة الأشياء الرائعة يلي بنسمعها منه، فتحيات القلبية له. كان بودنا أن نستضيفه صوتيا أنه يكون بشكل مباشر معنا. على كل يعني بقولوا الرمد أفضل من العمى، ونحن هيك يعني حتى لو نتقطع أو شيء بس بيظل التسجيل الصوتي عم بيسمعنا أصواتكم الحلوة هي، ومكتفين بهالشي مؤقتا.